اول لما بتفتح الفيسبوك ولسه ماسك الموبايل وبتدور على حاجة تتفرج عليها او حاجة تسمعها او حاجة تقراها او تشوف مين الامور اللي بيتكلم في ظهرك وبيرمي عليك كلام وتشوف بوستاته وتضحك وسايبه للحظة اللي هتاخد حقك فيها تالت ومتلت الاوفر ده الطريقة دي مش حلوة. ما علينا، المهم انت قاعد غلبان لا بيك ولا عليك وتشتغل بقى عليك البوستات. خطف فتاة في توك توك مجهولين، خطف طالبة جماعية في سيارة ايه مش عارف ايه، خطف طفل وامه بعد تخدرهم في المطار، خطف وخطف وخطف والموضوع بقى خطير جدا ويقلق الصراحه. في ايه؟ في يا جدعان؟ لا مش انا ولا موضوع خطف البنات بقاله ايام زايد جدا عن اللازم، وبقيت بتسمع في كل مكان حالات خطف الله اعلم هي اشاعه ولا حقيقه، ومن الواضح من الاخبار الموجوده حاليا ان اعمار البنات اللي بتتخطف من سن 12 لسن 25 سنه، وبيركزوا على بنات الجامعات فخلوا بالكم جدا من نفسكم. في الحلقه دي هنتعرف على طرق الخطف اللي بتتنفذ في الوقت الحالي علشان تعرفوها وتاخدوا بالكم جدا منها، وكمان تنبيه هام وخطير لتجنب حالات الخطف للبنات وخصوصا الطالبات، واخطر طريقه هي اخر طريقة ومهم جدا نركز فيها. ويلا بينا نبدأ. في البداية موضوع الخطف ناس كتيرة جدا بتقولك انه ممكن يكون اشاعة، وفي ناس بتقولك لا ده نعرف فلان حصل معاه كذا وكذا، واحنا بين الاشاعات والواقع مش عارفين الحقيقة فين، فاحنا هنتكلم عن طرق الخطف وازاي نتعامل معاها. اول حاجة لو لقيتي واحدة بتقولك يا بنتي ردي عليا، ده انا زي عمتك، ده انا زي امك، ده انا زي خالتك، ما ترديش عليها ولا تعبريها. تاني حاجة محدش ياخد اي ورقة فيها ريحة برفيوم برفان يعني من اي حد بيوزع ورق لمحلات العطور، حتى لو قالك المحل جديد ويا ريت تجربي معانا، اي نوع برفان الله اعلم اول ما هتشميه هيكون مخدر ولا ايه. ولو ركبت في ميكروباص وفي واحده جنبك بتقولك الحقي يا بنتي هدومك فيها حاجه، علي صوتك ولمي عليها الناس علشان بيبقى معاها واحده قاعده في ظهرك هي اللي حطت الكريم ده عليكي، وانت بحسن نيه بتمسحي الكريم ده وبتشم ايديكي فيغمى عليك. بعدها بقى مش هقولك على جنب يا اسطى وتقولي السواق دي تبعي وياخدوكي وخلص كده وكان الله بالسر عليه. لما تلاقي طفل تايه في الشارع وبيقول انا تايه بيبقى الموضوع صعب ومؤثر جدا للاسف، بس اللي عايز اقوله لك مالكيش دعوه بيه خالص وسيبيه وامشي، علشان الطفل ده وراه ناس كتيره قوي مستنيين مين اللي عليها الدور في الخطف. لو لقيت ست كبيره قد مامتك او جدتك واقعه في الشارع وبتصوت وبتقول يا جماعه الحقونا خليكي في حالك ما تقربيش منها، اظن الرجاله كتيره جدا موجوده في الشارع وهم قادرين ان هم يساعدوها، فبلاش تعملي دور البطل علشان برضه انت اللي هتتاخدي. لو وقفتك واحده في الشارع وبتديكي ورقه مكتوب فيها عنوان وبتقولك يا بنتي يا عسل انت يا اموره استاذنك بس ممكن تقولي لي العنوان ده اروحه ازاي، اعملي نفسك مش سامعاها وسيبيها وامشي. لو اضطريتي ان انت تقفي في الشارع ما تقفيش جنب عربيه او توك توك او مشروع او ميكروباص. ولو مجموعه بنات واقفين ومعاهم كاميرا تصوير واحده منهم طلبت ان هي تديكي الكاميرا علشان تصوريهم ما تصوريهمش، علشان المفاجاه ان الكاميرا ذات نفسها بتبقى فيها مخدر واول ما يغمى عليكي بياخدوكي وبيقولوا انك صاحبتهم واغمى عليكي. ولو لقيتي ست كبيره واقفه على قمه شارع من الشوارع الجانبيه محتاجه حد يوقف لها تاكسي علشان تركبه، اعملي نفسك مش شايفاها علشان هي هتاخدك وهيبقى في تاكسي فعلا واقف مستنيها، وساعتها بقى الله اعلم انت رايحه فين. نيجي بقى لاخطر طريقه موجوده حاليا، شكة الدبوس. من الناحية العلمية بعض دكاترة الجامعات بيتكلموا ان مفيش شكة دبوس هتاخدها واحدة هيغمى عليها بالطريقة والسرعة اللي بيتقال عليها دي، وده بيرجع ان العقار المستخدم في التخدير لازم يتعرف على اساسه الاول عمر المريض ووزنه علشان بيختلف ما بين كل واحد والتاني في الجرعة اللي هو بياخدها. المهم الموضوع اشاعة او حقيقة، احنا لازم نركز جدا في التعامل مع الناس في الطريق لشغل او جامعة او درس او اي مشوار. الخلاصة خدي بالك من حاجات كتيرة جدا ممكن نعملها هتكون سبب ان شاء الله في نجاتك. ما تركبيش تاكسي لوحدك ابدا لا صبح ولا ليل تحت اي ظرف، والكلام كمان على التكاتك. الميكروباصات ما تركبيهاش لو كانت فاضيه او كانت كلها رجاله. ما تمشيش لوحدك في الشوارع الجانبيه بالليل او بالنهار، والشوارع الفاضيه اللي ما فيهاش حد ما تمشيش فيها نهائيا. بلاش الدروس او الكورسات بالليل على قد ما تقدري، ولو لزم الامر حد من اهلك يروح معاكي ابتدائي او اعدادي او حتى ثانوي. يوم لما تلاقي لمه وناس ملمومه وهيصه
يا بنت الناس من فضلك امشي وما تقفيش، وخلي بالك وامشي في طريقك وما تركزيش عينيكي عليهم نهائيا. حاجة مهمة جدا لازم تتعمل، لازم كل بنت يكون في شنطتها حاجة تحمي نفسها بيها، صاع الكهرباء او الاسبراي اللي بتحط فيه الشطة لو مش عارفة تشتريه اعمليه في البيت. اشتري من اي محل ازازة برفان فاضية وحطي فيها المكونات، ولازم تكون حامية جدا، ولو مش عارفة تعمليها حطي في الازازة اي مبيد حشري هتبقى مؤثرة جدا، علشان لازم تكوني مستعدة في اي وقت واي لحظة. اغلب النصايح اللي قلتها لكم في الحلقة دي كانت للبنات وبالاخص الطالبات، واحنا كرجالة بقى ربنا يتولانا. وبس كده انا خلاص خلصت. سلام عليكم.